شكرا لك كابتن سيف، شكرا لكل مشاهدي الملاعب. اليوم بالفعل تدريب نادي الزمالك بعد الفوز الكبير على ليوبار الكونغولي، معنا نجم من نجوم الكرة المصرية وكابتن ايضا نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني النجم الكبير ابراهيم صلاح. اعتقد يعني محيته مباراة او الصورة السيئة اللي ظهر بها نادي الزمالك في مباراة القمة بفوز كبير وتصدر المجموعة في الكونفدرالية 9 نقاط مهمة. اعتقد في حاجات كتير جدا نادي الزمالك عايز يعملها، عايز يقولها، عايز يقول ان احنا موجودين بقوه في الكونفدراليه، موجودين في قوه في تصدر الدوري العام المصري، وخاصه في مباراه هامه ممكن تكون مباراه التتويج نادي الزمالك يوم الاربعاء ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في الحمد لله على النتيجه امبارح، النتيجه بالنسبه لنا 90% من الصعود لقبل النهائي ان شاء الله. ببارك للعيبه والجهاز الفني، عملوا مجهود كبير في بالرغم من حاله التعب الشديده اللي احنا لازم نوضحها للناس كلها، ان اللعيبه في حاله تعب مش طبيعيه. لاول مره بنلعب في المضغوطين كل يومين مباراه، ومباراه من العرض التقيل جدا. لعبنا مباراه النادي الاهلي كان باين علينا كلنا ان احنا تعبانين، جينا مباراه ليوبار امبارح قدرنا ننفذ المطلوب مننا ان احنا نفوز بالمباراه. دلوقتي 3 مباريات 9 نقط، اعتقد ان احنا ماشيين بشكل سليم. بطوله الدوري المباراه اللي جايه باذن الله تكون مباراه الحسم بالنسبه لنا، فالحمد لله ماشيين بشكل كويس. اللعيبه والجهاز كلنا في اطار واحد، مجلس الاداره اللي بيوفر كل حاجه وسبل الراحه للعيبه عشان نقدر نمشي بالشكل المطلوب اللي احنا ماشيين بيه. فالحمد لله على الاداء ممكن يكون مش كويس وناس كتير مش راضيه عنه، بس احنا لازم نقول لهم ان انتوا لازم تعذروا اللعيبه دي على موضوع الاداء. اللعيبه كلها بتلعب بتعب النهارده، واحنا شايفين اللعيبه اللي لعبت امبارح جت اتمرنت خفيف وطلعت، واللعيبه اللي بقى بتكمل تمرين. فاحنا بالفعل احنا يمكن احمد زين احنا على هواء مباشره دلوقتي كابتن ابراهيم من تدريب نادي الزمالك، واعتقد بالفعل يمكن اللعيبه اللي لعبت امبارح هم خرجوا دلوقتي يمكن بياخدوا شاور، واللعيبه اللي موجودين دلوقتي هم اللي بيجهزهم مستر فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك. طمنا على اصابتك، انا شايف ركبتك ورمه وحتى يمكن الدكتور معلم عليها بالالم كده، قول لي اصابتك ايه وهل هتشارك في مباراه الزمالك وطلع الجيش ولا لا؟ الحمد لله، بس كدمه خفيفه في الركبه كده، بكره ان شاء الله حد ان كنت اقدر ولا لا. الراجل اللي قعد معايا اداني راحه النهارده سلبيه، بكره باذن الله اكون موجود مع الدكتور وهيحدد ان انا اقدر اكون موجود او لا من المباراه اللي جايه ان شاء الله. لكن اكيد اللعيبه كلها مركزه، اللعيبه كلها يعني مستنيه المباراه اللي جايه بفارغ الصبر عشان تكون بالنسبه لنا مباراه الحسم، حسم الدوري، البطوله الاهم بالنسبه لنا السنه دي. فان شاء الله ربنا يوفقنا ونقدر ان احنا نحسم مباراه الجيش من بدايتها، واللعيبه اللي تكون موجوده عندنا غيابات برضو في المباراه، اللعيبه اللي تكون موجوده تقدر تأدي اللي عليها ويكون بالنسبه لنا مباراه الاحتفال بالدوري ان شاء الله. لكن ما فيش ضغوط عليكم يا ابراهيم؟ لا خالص، احنا بالنسبه لنا احنا ماشيين في الطريق خاصه وانت من يعني انت وحازم من كباتن الفرقه، احنا ماشيين في الطريق السليم اللي احنا ماشيين بيه. يعني الحمد لله عايزين نقطه واحده ونحسم بطوله الدوري، 9 نقط من 3 مباريات في الكونفدراليه، بقى لنا كتير جدا ما شفناش الحاجات دي في نادي الزمالك. قبل كده كنا بننهي دوري المجموعات وعندنا 3 نقط و4 نقط، دلوقتي من الدور الاول او من 9 نقط بنسبه 95% ان شاء الله متاهلين لقبل النهائي في بطوله. ما كناش بنشوف نادي الزمالك. لا وبالنسبه لي ماشي في الطريق السليم، عندي بطوله كاس مصر برده لسه، بس لما نيجي وقتها نقدر نفكر فيها. بس اللي انا بقوله تاني وباكد عليه ان احنا لازم نعذر اللعيبه، احنا كلنا مجهدين، اللعيبه كلها اعتقد العالم كله بقاله شهر مخلص الدوريات والناس بتاخد راحه سلبيه، احنا بنلعب كل 3 ايام ماتش واللعيبه بتروح منتخب وبتيجي وسفر افريقيا، فالدنيا صعبه بالنسبه للعيبه. والراجل مقدر الكلام ده واتكلم معانا امبارح ان هو يعني على قد ما احنا باين علينا التعب، بس هو سعيد ان هو مع المجموعه دي وبنأدي بالشكل ده ان احنا نقدر نفوز في المباريات دي كلها رغم حاله التعب والارهاق الشديد اللي باين علينا كلنا. فانا بقول للناس اعذروا موضوع الاداء شويه، الفتره دي هي فتره الحسم في كل حاجه، عندنا مباراه ناخد بيها الدوري وعندنا كاس مصر جاي وعندنا الكونفدراليه ان شاء الله نبقى وصلنا فيها لقبل النهائي، وباذن الله نكمل الوعد اللي احنا وعدناه للناس ان احنا نقدر نحقق البطولات الثلاثه اللي احنا نشارك فيها ان شاء الله. صدق ما فيش تقصير من رئيس النادي ومجلس الاداره؟ لا بصراحه كل حاجه استشار مرتضى منصور، كل حاجه السنه دي ماشيه بالشكل المطلوب، مجلس الاداره موفر كل حاجه للعيبه، معانا جهاز فني على اعلى مستوى فنيا وكل حاجه، معانا لعيبه محترمه جدا في كل حاجه. فاعتقد ان السنه دي باذن الله تكون خير علينا وعلى جمهور نادي الزمالك ان شاء الله. من على اصابتك يعني خلاص بكره في اشعه؟ بكره ان شاء الله احدد ان كنت موجود ولا ان شاء الله. توفيق ابراهيم، ودايما كده يعني انت منور نادي الزمالك وكابتن مصر وكابتن نادي الزمالك. شكرا يا كابتن. شكرا ابراهيم.